احتضنت دار الأسد للثقافة والفنون ملتقى قيم الرحمة والمحبة في رسالة الأنبياء الذي ينظمه معهد الشام العالي تحت شعار معا نتعلم معا نبني معا نعيش لتخريج الدفعة الرابعة من طلبة معهد الشام العالي بحضور رسمي وشعبي كبير. بالعلم نستطيع أن نبني سوية سوريا. هؤلاء الطلبة هم الرد وهم الذين سيعمرون ما خربه داعش وجبهة النصرة وكل الحركات الإرهابية التكفيرية في سوريا. هذا هو العلم وهذه هي سوريا بشبابها وشاباتها كما رأيناهم اليوم حريصون على إعادة إعمار سوريا من التخريب ومن الإرهاب ومن التكفير. بناء الإنسان أولا. هذا الرد على من أرادوا الظلام والتخلف وإرجاعنا إلى خلوف الظلام في الماضي، هذا هو رد اليوم بتخريج دفعة كبيرة ومتفوقين من معاهدنا المتنورة بجميع العلوم وخاصة العلوم الشرعية اللي هي بتثبت الإسلام الحقيقي، وهذه هي سوريا. خريجون إنتاج مميز والتعليم عندنا نوعي، فهم يحملون رسالة هذا الوطن. هذا الوطن وطن مبارك، رسالته تنطوي في عروبته وإسلامه ووطنيته وتاريخه، وأن هذا البلد هو عاصمة الدنيا، عاصمة الثقافة وعاصمة العلم وعاصمة الحضارة، وكان وما زال وسيبقى أستاذا للعالم بإذن الله، وعلى العالم أن يكون تلميذا. نحن نخرج طلابنا ليحملوا الرسالة، يكونوا أبناء أمناء وشرفاء لهذا الوطن المبارك لدينهم وأمتهم وشعبهم وقيادتهم وقائدهم، ونسأل الله التوفيق. لا شك في أن هذا الاحتفال إنما هو عرس من أعراس الوطن، هذا الوطن الذي ينتفض على رغم الجراح ليحقق بداية انتصاره على أعداء القيم في هذه الدنيا، وسينتصر وحلفاءه الانتصار الأكبر يوم نحرر كل ذرة من تراب هذا الوطن. شبابنا، طلابنا، خريجونا هم في المقدمة إن شاء الله في بناء هذا الوطن على ما نحب وعلى ما نرجو، وسيعود وطننا أجمل وأمثل وأكمل إن شاء الله. نحتفل اليوم بالعلم، نحتفل اليوم بالشباب والشابات الذين تخرجوا وهم يحملون معهم قيم المحبة، قيم الخير، لأننا اليوم في سوريا نبدأ بداية جديدة، بداية نبني فيها سوريا الواحدة، سوريا الجميلة، سوريا الأجمل، سوريا الأقوى، لأن أبناءنا يحملون الأمل ويحملون. هدف الملتقى إبراز دور العلم والعلماء في الارتقاء بالوعي الوطني والإيماني اهتماما بمصالح الوطن العليا بين أبنائه، مما يؤدي إلى زيادة قوته ومناعته وزيادة اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب العربي السوري، والتفاعل وتحفيز الطلاب والخريجين بالاستمرار بالتضحية والعمل في سبيل سوريا. احنا كطلاب معهد الشام العالي حابين نشكر إدارة المعهد والكادر التدريسي والكادر الإداري، يعني اللي قدمنا كل الجهود المبذولة من أجل أن نصل إلى هذه اللحظة التي هي تدويج لدراسة كل الطلاب وختام المسك إن شاء الله. هذا يوم مهم لأي طالب قطع مرحلة علمية معينة، يوم بحس فيه الطالب بحقق شيء علمي كتير مهم بفيد البلد، بفيد الوطن. سوريا بالأزمة اللي مرقت فيها، نحن بالعلم بالشهادات تبعيتنا نحن رح نعمر هالبلد، رح نبني هاي البلد، فيلي بيتخرج بيبني بيعمر بلده بالعلم. مثل ما الجيش العربي السوري عم بيحارب على جبهة، نحن بالقلم، نحن بالعلم، نحن بالعقل كمان عم نحارب، عم نوقف ببلدنا، عم نقول لكل العالم الجمهورية العربية السورية سنويا عم يطلع منا خريجين بمختلف الاختصاصات. التخرج بيمثل من خلال انه هي خطوة ايجابية نحو المستقبل، خطوة لتحقيق الهدف، خطوة من خلالها نحقق طموح، يكون من خلالها في كفاءات بهالبلد، نحقق طموحنا، تمنياتنا، بحيث أنه نرتقي للمستوى المطلوب بكافة الاختصاصات. تحدي وأصرار رغم الظروف اللي عم يتعرض لها بلدنا، والطالب ما زال مصر على أنه يرفع اسم بلده وأنه يوصل لنتيجة إن شاء الله، يعني إن شاء الله نرفع اسم بلدنا بإذن الله. وأول خطوة، هي أول خطوة، صحيح تخرج لكن أول خطوة لبلوغ الهدف بإذن الله. تضمن الحفل فقرات إنشادية وكلمات للوزراء والضيوف، كما تم تكريم الخريجين الأوائل
في فروع معهد الشام العالي بفروعه الثلاثة: مجمع الفتح الإسلامي ومجمع كفتارو ومجمع السيدة رقية عليها السلام.